طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل فيديو تقريبا يكون حوالي 10 دقايق، بحيث ان احنا منكبرش الحجم ونزهق، بس من لو حد هيريفيو او يذاكر من تاني او يبدا يفتح تاني. تمام. طبعا اخر حاجه في الام بي سي حاجه اسمها ام بي سي، او مطلعين حاجه اسمها اس بي كور. تمام. اس بي كور ده عشان تقدر تشتغل على لينكس او ماك. تمام. برضه اتس انف، يعني احنا نشتغل، لو احنا بنشتغل على ويندوز هو اس بي ام بي سي 5، هو نفس الكونسيبت بتاعه. تمام. بس انت لو حابب تشتغل او ترن او تهوست الداتا بتاعتك على حاجه غير الويندوز او اي اس بمعنى صح، فانت بتروح لحاجه اسمها اس بي دوت نوت كور، مايكروسوفت لسه مطلعها. تمام. بس اخر حاجه في الام بي سي هي ام بي سي 5. تمام. طيب ايه هي الاوتلاينز بتاعتنا؟ بسيطه جدا، هنتكلم عن انترودكشن عن الام بي سي. ايه هي الاس بي دوت نوت ام بي سي، وهي عملت ايه، وليه استخدمها عشان بعيد عن الاس بي اكس؟ طب امتى هستخدم الاس بي اكس وامتى هستخدم الام بي سي؟ تمام. طيب وبعد كده ان شاء الله الرحمن هنبدا نتكلم. هي بسيطه جدا جدا. ام بي سي هو عباره عن تكنولوجي لايك اس بي اكس، بقدر اكريت بيها دايناميك ويب سايت. هي ويب سايت مع داتابيس. ان انا من الاخر الطريق بتاع الويب سايت بتاعتي ان هو في يوزر انترفيس، يوزر انترفيس ده بيتكلم عندي، بيتكلم عن داتابيس. تمام. طيب وبعد كده ان شاء الله الرحمن الموديول الثاني هنبدا نتكلم عن الفاندمنتس بتاعت ام بي سي. ازاي ان انا هفتح بروجكت، والبروجكت ده هبدا ان انا كريت فيه البيزكس بتاعت البروجكت بتاعتي. ازاي انا اعمل مثلا اكشن، ازاي انا اعمل كنترول، ازاي انا اعمل فيو. ام بي سي اختصار موديل فيو كنترولر. تمام. هنبدا نتكلم عن الفاندمنتالز بتاعتها او الاساسيات او البيزكس بتاعت ام بي سي. طيب بعد كده ان شاء الله الرحمن الموديول مهم جدا، هو بيتكلم على وركينج ويز داتا. ازاي انا ابدا يكون عندي داتابيز، والداتابيز دي ابدا ان انا كونكت عليها وابدا ايه، وابدا اشتغل على الداتا اللي موجوده في الداتابيز. طبعا الشغل ام بي سي معظمه انت فريم ورك. شغال انت فريم ورك؟ تمام. ولا شغال ادو؟ هو الانت فريم ورك هو نفس السيم كونسيبت بتاع النيو. تمام. طيب يمكن هي مايكروسوفت يمكن بتنهانس فيها كل شويه. حاليا في تقريبا انت فريم ورك 7. في هو او الناس شغاله حاليا في السوق عامه شغاله 5 و6 و7. طبعا كله بيعتمد على الهوستنج بتاعه او السيرفر بتاعه سبورت دوت نت فريم ورك كامل. تمام. فاحنا ان شاء الله الرحمن هنشتغل تقريبا على 6 تقريبا اخر حاجه عامه، او الحاجه اللي قبل الاخير، يعني مفيش فرق واو بين الاثنين 6 اند 7 يعني. وبعد كده ان شاء الله الرحمن هنتكلم عن بيلدنج فورمز. ازاي انا اعمل فورمز من خلال ام بي سي. تمام. هتقول لي يا عم ايه يا عم، هو مش حوار؟ لا، هي شويه في او كونسيبت جديد، حاجه بيسموها اتش تي ام ال هيلبرز. اتش تي ام ال هيلبرز دي بديلا عن السيرفر كنترولز. ما عنديش اي سيرفر كنترول، ما عنديش جريد فيو بمعنى صح، ما عنديش اس بي اكس تكست بوكس، ما عنديش فيو ستيت. تمام. فانا ازاي بقى في الام بي سي هبدا بيلد كنترولز؟ من الاخر برضو ان انا بعتمد اكتر على الاتش تي ام كنترولز، ما عادش عندي سيرفر كنترولز. تمام. طيب تاني او رابع مديول بيتكلم عن الفاليديشنز. ازاي انا هبدا اعمل الفاليديشن بتاعتنا العاديه جدا خالص، اللي هي كلاينت سايد فاليديشنز والسيرفر سايد فاليديشنز، ازاي بقى بتتعمل في الام في سي. تمام. طبعا تقول في اس بي اكس سهله، هي كنترولز وريكوايرد ومش عارف فاليديت وكومبير ودراج دروب واربط تكست بوكس ببعض. لا، الحاجات دي مش موجوده هنا، هي بتتعمل بكونسيبت تاني مختلف خالص، بتتعمل جوه المودلز او جوه الكلاس بمعنى صح. طيب نيجي لموديول مهم جدا، هو بيتكلم عن ريست فول سيرفرز، او بيتكلم عن حاجه اسمها الاس بي دوت نت ويب اي. يمكن اس بي دوت نت بي اي ببساطه شديده جدا ان انا ببدا اعمل فانكشنز. الفانكشن دي عباره عن يو ار ال، اي حد يقدر يعمل لها كولينج من اي مكان. بسيطه شديده جدا ان انا بعمل حاجه اسمها داتا اكسس باي يونيفاينج داتا اكسس داتا بيس بتاعتي. بمعنى بسيط ان انا لو عندي موبايل ابلكيشنز وعندي ويب ابلكيشنز، الاثنين بيكونسيوموا نفس الداتا، انا ليه هعمل فانكشناليتي خاصه بالموبايل ابلكيشن وليه هعمل فانكشناليتي خاصه بالويب ابلكيشنز؟ انا بعمل حاجه واحده الاثنين بينتجريتوا فيها وايه، ويبدا يبقى انا عملت بيلدنج للويب بي اي بتاعتي، وعملت بيلدنج للداتا اكسس مره واحده، ما عملتش اكتر ايه، اكتر من مره. وده كونسيبت موجود في السوق حاليا وكل الناس بتستخدمه، خصيصا للناس معاها لو هي عندها نفس الاوبريتنج سيستم او نفس الابلكيشنز. تمام. بس على ديفرنت بلاتفورم. ديفرنت بلاتفورم اقصد بيها اذا كان ديسكتوب ابلكيشن او ويب ابلكيشن او موبايل ابلكيشنز، او ان حد بيكونكت اكسترنال من اي ويب سايت خارجي بيكونكت عندي عندنا. من الاخر بتقدم له سيرفيس، خدمه. تمام. الخدمه دي انت ممكن تقدمها له في شكل فانكشنز. تمام كده. طيب هو الموديول ده برضو بيتكلم عن الكلاينت سايد ديفلوبمنت. ازاي ان انا اكونسيوم الداتا بتاعتي او ان ابيلد الداتا بتاعتي من خلال الكلاينت سايد. يعني الكلاينت سايد معنى جافا سكريبت فايل، ان كل حاجه بترن عند الكلاينت، ما بترنش عندي على السيرفر. ودي ممكن نتكلم فيها شويه عن شويه انجلر على شويه جي كويري اجكس
للناس كلها عامه بتستخدمه. طبعا في حاجات غير الانجلر جي اس، في اوك نوك اوت، وفي نود جي اس، وفي حاجه اسمها رياكت دوت جي اس. تمام، يمكن الانجلر كبير قوي، تمام، الناس تفضل ان هي تروح حاجات البسيطه زي رياكت دوت جي اس، زي الكنوك اوت جي اس، حاجات برضو بسيطه جدا. طيب موديول برضو بيتكلم عن اوثنتيكيشن اند اوثورايزيشن، هنا بنعمل بيرميشن زي الممبر شيب في الام في سي، سوري في الاس بي اكس عادي. عندنا حاجه اسمها برضو اس بي ايدنتيتي، او اس حاجه اسمها سيكول ممبر شيب، برضو نفس الحكايه ان احنا نكريت يوزرز، واليوزر دي نديهم بيرميشنز. تمام، الموديول مهم جدا برضو بيتكلم عن البرفورمانس اوبتمايزيشن، ازاي برضو نكاش الداتا بتاعتي، ازاي انا الداتا دي لو حصلها ريكوست مره تكاش عند اليوزر ما يحصلش لها ريكوست مره ثانيه. هنا نتكلم عن الحاجات اللي ممكن تنهانس شويه البرفورمانس عندي في الابلكيشن بتاعي. في شويه فيتشرز كده هنبدا نتكلم عنها، لو بنتكلم في الموديول قبل الاخير ده، فيتشرز كده موجوده في الام في سي، تمام، هنبدا نتكلم عليها وازاي احنا نستخدمها. بمعنى بسيط، انا ما عنديش جريد، هتبلدها انت بايدك. طب احنا ازاي نجيب سيرد بارتي نحطها اتس فري وتبدا فيها برضو الفانكشنات بتاعتنا ليه العاديه. هنبدا نتكلم عن الحاجات اللي هي ممكن تكون تريكات الناس الام في سي بيستخدموها، كان سهله قوي في الاي اس بي اكس، بقت صعبه شويه في الام في سي، بس احنا عندنا بديل ليها في الام في سي. تمام كده. طيب اخر حاجه نتكلم الديبلويمنت، ازاي الراجل ده يطلع فور لايف، ان احنا نهوسته مثلا على اي اس، وان انا هوسته على اكسترنال سيرفر. تمام كده. طيب انا خلاص كده هوقف الفيديو ده، بحس انكم ايه حاجه.